نبدأ يا ولاد الفيديو بتاع العملي. والحقيقة الحصة بتاعت العملي بتاعت السي ان اس احنا هنقسمها لجزئين. الجزء الاول اللي انا هقوله لكم دلوقتي بإذن الله هو الجزء الاهم، مش بس مهم في الامتحان، لا ده هو كمان جزء مهم في حياتك حتى، او يعني مهم لعقلك، يعني عقلك هيحترم الجزء ده. لان ببساطة بصراحة الجزء التاني اللي هو بتاع السباينال كورد ليفل وبتاع البرين ستيم ده جزء انا يعني من 10 سنين وانا شايف برضو ان هو ملوش اي قيمة، ان انت تقعد تحفظ في التراكات ومش عارف ايه والكلام ده، وان زي ما هتشوف فهو يعني منطقة وحشة كده وحتة وحشة هنسيبها في فيديو لوحدها. لكن دلوقتي تعالى نبتدي مع بعض وهنتعلم ازاي العمل ده يخلص بالفيديو ده. يعني ببساطة دي جدا يا ولاد، انتوا عارفين العملي كان قبل النظام الحديث ده كان ميكروسكوبات، والميكروسكوبات دي كانت بتاخد مني مجهود عشان اعلم الطالب ازاي يتعامل مع الميكروسكوب وما يحركش الشريحة ويعرف يظبطها، وكان نظام شيفت في الامتحان ومعاها بقى كان موضوع الصور ده حاجة بسيطة. دلوقتي ما عادش فيه ميكروسكوبات، بقى الموضوع كله صور، فالموضوع بقى سهل قوي. بس اكيد مش منطقي ان انا اجيب لك 3 4 صور من على النت او من اي حتة او حتى من الملف اللي قدامك ده. دلوقتي بقى الموضوع على صور، فمش منطقي ابدا ان انا اجيب لك 3 4 صور واحطهم لك في مذكرة واقول لك هم دول الامتحان، وطبعا اكيد بيخرج براهم الامتحان. لا، انا هقول لك فكرة كل صورة ايه وازاي تعرفها، واخش معاك على جوجل ونقلب في الصور مع بعض، وهتكتشف ان الموضوع تافه جدا يا جماعة. كل عينة او كل صورة او كل حاجة عليك لها فكرة، الفكرة دي ما تحشرش دماغك وتقيد دماغك ب 3 4 صور في ملف هنا او ملف هناك او في مذكرة او لا. انت مادام عرفت الفكرة خلاص الموضوع بالنسبة لك انتهى. تمام كده يا ولاد؟ يبقى ده عشان برضو ايه نبقى عارفين احنا هنمشي ازاي. يبقى انت ممكن مطلوب منك بس ورقة بيضة صغيرة وانت قاعد دلوقتي بتشوفني، وكل عينة او كل شريحة تكتب الفكرة بتاعتها جنبها، وبعد كده تخش انت على النت بقى تشوف 100 ألف صورة زي ما انت عايز، واكيد هيجي منهم في الامتحان او حتى من الملف ده. طيب اول صورة عندنا هنا يا اولاد النيرف ترانك. الاول كده هجيب لك حتة كده الاول افكرك بالنيرف ترانك ده كان قصته ايه معانا بالظبط. النيرف ترانك ده يا اولاد كان كل الفكرة فيه انه عبارة عن المنظر الاتي، ان انا دلوقتي عندي خلية عصبية كده وخلية تانية وخلية تالتة وخلية رابعة وخلية خمسة وخلية ستة. الدوائر الصفراء اللي قدامك دي هي عبارة عن غلاف من الكونكتيف تيشو بيحوط كل خلية. الغلاف ده يا شطار سميناه بالأصفر أهو إندونيوريام. إندو لأنه جوه خالص زي ما أنت شايف، يعني مش موضوع سهل أوي أهو. إندونيوريام يعني دي حاجة سهلة أوي أهي. طيب إندونيوريام مع إندو مع إندو مع إندو مع إندو كده الموضوع بقى فيه مجموعة من الخلايا، فالمجموعة دي بقى هيحوطهم غلاف تاني من الكونكتيف تيشو، بيحوط مجموعة بندل. تمام؟ الغلاف ده بقى اللي باللبني بنسميه بيري نيوريام، بيري بندل. الاندو بيحوط كل خلية، البيري بيحوط البندل على بعضه. طيب بندل من هنا مع بندل تاني من هنا مع بندل من هنا مع بندل من هنا مع هنا مع هنا، كل الفيلم ده على بعضه هنحوطه بغلاف بقى يحوط كل الجزء ده مع بعض. طيب يا ترى بندل او حزمه مع حزمه مع حزمه مع حزمه مع حزمه ده كله على بعضه هنسميه ايه؟ هنسميه نيرف ترانك. نيرف ترانك. والغلاف الكونكتيف تيشو اللي بيحوط لك النيرف ترانك ده اعلى غلاف، افتكر كلمه اعلى دي والنبي، فبيقولوا عليها ايبينيوريام. يبقى الاغلفه اللي موجوده حوالين النيرف ترانك او في النيرف ترانك كالاتي: ايبينيوريام بيحوطها كلها، كل النيرف ترانك بيتحوط بكونكتيف تيشو اسمه ايبينيوريام، وبعد كده كل بندل بتتحوط بغلاف اسمه بيرينيوريام، وكل خليه بتتحوط بغلاف اسمه اندونيوريام. تمام كده؟ حلو قوي. طيب لو انا جيت بقى سبت الكلام ده وجيت عندي هنا في العينه اللي قدامي دي، أجي لك صورة تلاقي فيها كورتين لونهم أبيض كده، 3 كور بس هم عادة بيبقوا 2. هقول لك إن ده كده على بعضه يا ولاد نيرف ترانك وده نيرف ترانك، يعني ده كله عبارة عن ترانك كامل وده ترانك كامل. طبعا الصورة كده لوحدها مش أنت تقريبا مش شايف حاجة، فمحتاج تزود القوة بتاعت العدسة شوية. لما هتزود القوة هنا هيظهر لك المنظر ده. طيب تعالى بقى نفصص المنظر ده حبتين تلاتة. انت عندك ده كله على بعضه النيرف ترانك،
يبقى ده نيرف ترانك على بعض اهو، يبقى طبيعي غلاف الكونكتيف تيشو اللي انا مشاور لك عليه اللي بره خالص ده هو الايبينيوريا. ايبينيوريا تمام. طيب وبعد كده ده البرينيوريوم، ده اللي هيكون جوه اول واحد جوه، وكل نقطه من دول نقول عليها اندونيوريا. طيب مش واضح قوي. طيب تعال نبص الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها هي نفس الصوره بس المره دي اوضح شويه لانك استخدمت صبغه مختلفه. ده هنا النيرف ترانك كل ده على بعضه، فاذا الغلاف اللي هو بره ده اللي بيحوط لك كل النيرف ترانك اسمه ايبينيوريا. طيب جوه النيرف ترانك بقى هتلاقي ده كده باندل، ودي باندل اهي، ودي باندل، ودي باندل، ودي باندل. فالحته اللي لونها ابيض، الخطوط البيضاء اللي موجوده بين الباندلز وبعضها بقول عليها برينيوريام. يبقى برينيوريام هي الخطوط البيضاء اللي انا ماشي فيها دي، اسمها برينيوريام. الاندو بقى، الاندو فعليا انت مش هتشوفه غير لما تكبر الصوره قوي، يعني لو جيت كبرتها قوي تمام انت ممكن تلاحظ ان كل دايره يعني سودة بالمنظر ده هي خليه، فالدايره السودة دي هي الاندونيوريام. يعني بص كده معايا، لو انا خدت الحته دي على بعضها، ده اندونيوريام اهو وده اندونيوريام، انا ممكن الونه لك حتى بلون اصفر كده، ده كده اندونيوريام، لا ده كده كبير قوي. طيب ده كده اندونيوريام وده اندونيوريام واندونيوريام، لان ببساطه دي خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه، مجموعه خلايا هي مع بعضها تمام. دول كده مجموعه، يبقى دي حواليهم نيرف ايه، نيرف باندل. الباندل هقول لك الحدود بتاعته اهي، دي الحدود بتاعت الباندل كده 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 كده، كل ده باندل، اللي بالاصفر ده الباندل. فطبيعي لو شاور لك بالسهم على حته زي هنا او حته زي هنا هتقول له دي ايه، دي برينيوريا، انما اللي بره خالص ده الاندونيوريا. ماشي، تعالى نقلل الصوره ونشوفها مره كمان. يبقى انا عندي كده بمنتهى البساطه هتقول لي الغلاف من الكونيك او الصوره زي دي هتجيلك، هتبص تلاقي دايره كده كبيره نفس الرسمه ونفس الحاجات اللي كنا راسمينها، لو لقيت لونها اسود هتقول لي نيرف ترانك بالاوزميك اسيد، الاوزميك اسيد بتاع السيل ميمبرين بيدي لون اسود، ودي شريحه سهله انت ما عندكش حاجه تانيه لونها اسود غير الشريحه دي. طيب ولو لقيتها لونها احمر هتقول لي ده نيرف ترانك بس بالاتش ان دي. كلام جميل. طيب ما الطلب ايه بقى، السهوم ايه؟ لو لقيت سهم بيشاور لك على الغلاف اللي بره خالص ده الاي بي، اي بي ده اللي فوق، سهم زي ده كده بيشاور لك على الخطوط البيضاء اللي جوه ده البيري نيوريام، انما لو لقيت جزء بيشاور لك على جوه الحتت السوداء نفسها ده الاندونيوريام تمام. طيب عندي الصوره برضو هنا قرب زي ما انا قلت لك، كل دايره سوداء من دول هي اندونيوريام. ماشي، كل دايره سوداء هي اندونيوريام، انما لو حط السهم على جزء ابيض كده زي اللي انا ماشي فيه ده هتقولي ده البيري، انما اللي بره خالص ده ده الاندونيوري. طيب تعالى بقى كده يا اولاد، انا بمنتهى البساطه بدخل قدامك اهو على جوجل وبكتب نيرف ترانك هيستولوجي، هيطلع لك صور كتير قوي اهي، كل الصور اللي جايه دي بتوضح لك الفكره اللي احنا بنقولها. تعالى نبتدي برسمه زي دي مثلا، رسمه زي دي نيرف ترانك اتش ان دي، برضه هنا مجموعه من الخلايا، كل خليه بيكون حواليها اندونيوريوم، يعني الاندونيوريوم هو اللي حوالين الخلايا. طيب ده كده برينيوريوم حوالين الباندل، وده باندل، وده باندل، وده باندل، هم اربعه باندل تمام. يبقى اللي حوالين الباندل اهو اسمه برينيوريوم، وبعد كده بقى في الغلاف اللي حوالين الترانك كله ده اسمه ايبينيوريوم. حلو كده، كلام جميل. طيب تعال نشوف حته زي دي، او نحاول نشوف بقى حاجه ايه يعني واقعيه شويه. ده كده باندل، وده باندل، وده باندل، وده باندل، وده باندل، طبعا ده اتش ان دي اي. طيب احنا ممكن برضو نعملها كده تمام، ده كده باندل، كل ده على بعضه باندل. حلو، وبناء عليه لو شاور لك على الغلاف اللي بره خالص ده هتقول لي ده الايبينيوريا تمام. طيب شاور لك على الخطوط البيضاء، يعني سيبك من السهم ده، شاور لك على الخطوط البيضاء هتقول لي برينيوريا، شاور لك على اي حاجه جوه جوه الصوره نفسها هتقول ده الاندونيوريا. تعال مثلا نشوف دي، دي كده زي ما قلت لك بتبقى لو لقيت عينه لونها اسود ما عندكش لون اسود غير نيرف ترانك اوزميك اسيد، طبعا لازم تقول اسم الصبغه، وده كله ال ام، يعني لو في اي ام هقول لك عليه.
برضو كالعادة انت ممكن تلاقي هنا الإيبينيوريم ده اللي بيحوط كله، البرينيوريم بيكون خطوط البيضة اللي جوه، شاور لك على أي حاجة جوه تبقى إندونيوريم. تمام، تعال نشوف مثلا لو في حاجة زي هنا مثلا، خلاص برضو ال اسمه دون، ممكن هنا نقول الأزرق ده على بعضه، يعني دي هنا كذا جزء كده، ده الأزرق اللي على بعضه ده، تمام، اللي هو مشاور عليه بالسهم الأحمر بالبلدي، خلاص ده كله الإي بي ده اللي فوق خالص. تمام، البيري بيبقى جواه سواء الخطوط البيضاء وممكن الحتة دي برضه، قول عليها بيري نيوريا. تمام، الإندو في صورة زي دي يعني ممكن ما تشوفوش قوي، ماشي. طيب يعني نشوف صورة ايه كمان، دي صورة يعني ايه مكبرة قوي فانت مش هتستفيد منها حاجة. المهم يبقى احنا كده ولاد لو جينا اتكلمنا عن الصور اللي عندنا هنا في الملف الجميل ده، فاحنا نرجع نقولهم تاني، اول عينة عندي في شابتر النيرفاس تيشو هو النيرف ترانك، وكل فكرتها ان انت تبقى عارف مين بره ومين بيري ومين اندو. من بره خالص اكتر حاجة بره خالص دي بتكون الاي بي، اي بي دي اول واحدة، بيري باندل، وبعد كده الاندو لما يشاور على سهم من ايه من جوه. احلى صورة، وانا يعني بصراحة بتوقع دي تيجي في الامتحان، لان هو شاور لك فعلا هنا على الايبي نيوريا من بره خالص اهي، الحتة البيضة دي البيري، والاندو اللي هي كل دايرة سودة موجودة حوالين الايه الخلية، مش كده يا ولاد؟ العينة التانية اللي موجودة عندي هنا يا ولاد هي عينة الجانجلي. الاول لازم تعرف يعني ايه جانجلي اصلا، لان الجزء ده احنا ما قلناهوش في النظري، عشان تعرف تفرق بين الشريحتين بتوع الجانجلي. تعال نبص كده على موضوع الجانجليا ده بمنتهى البساطة. بص يا ولاد، الأول الجانجليا، وبالعربي يعني أنا مش هخش معاك في تفاصيل كتير، كلمة جانجليا معناها هكتبها بالعربي أهو، تجمع من الخلايا العصبية. فين بقى؟ ده اللقطة المهمة، خارج السي ان اس. اي مجموعة خلايا قررت انها تتجمع، خلايا عصبية تتجمع بره الجهاز العصبي المركزي بسميها جانجليا. تمام، طيب على ذكر الشيء، لو تجمعت مجموعة من الخلايا العصبية بس جوه السي ان اس بسميها نيوكليوس. بسميها ايه؟ نيوكليوس، مش نيوكليوس يعني نواة، نيوكليوس هي مقابل كلمة جانجليا، بس جانجليا دي معروف إنها في البريفرال نيرفس سيستم أو بره السي إن إس. يبقى مفروض إن أنت لما يكون قدامك جانجليا كده وتبص جواها، فأنت متوقع تلاقي إيه؟ أكيد متوقع إن أنا ألاقي مجموعة من أجسام الخلية العصبية، مجموعة خلايا عصبية متجمعة قدامي كده عشان أسمي الحتة دي على بعضيها جانجليا. اتفقنا؟ انت بقى معلم عندك نوعين من الجانجل، واحدة اسمها سباينال والتانية اسمها ايه؟ سمباسات الجانجل. يبقى اذا الجانجل هي عبارة عن ايه؟ تجمع من الخلايا العصبية، واهم شرط او تسايد السي ان اس. وعشان الخلايا دي محتاجة اللي يخدم عليها، فربنا دايما بيكون عامل معاهم جلايال سيل او نيورو جلايال سيل. اوكي يا ولاد؟ كلام جميل. عندي بقى نوعين من الجانجل بقى، تجمع بنقول عليه سباينال، وتجمع تاني بنقول عليه سمباثيك، سباينال وسمباثيك. تعال نبص جوه السباينال جانجليا الاول. بص يا سيدي، شريحه مهمه وسهله قوي. الاول هي لونها احمر او بينك كده على طول، اتش ان دي، دي سباينال جانجل. بتقول لي يا دكتور والله يا باشا دي تجمع من الخلايا العصبيه، هتبص قدامك هتلاقي مجموعه كده من الخلايا، دي مثلا خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه، ما شاء الله بتقدر تعدهم. دي كده مجموعة من الخلايا. الحتة البنك دي اللي ما فيهاش دواير هي عبارة عن نيرف فايبر. يعني بص هو مشاور كده قال لك ده مايلينيتد نيرف فايبر. يعني احنا لو كبرنا الرسمة كده يا ولاد، بص انت عندك بمنتهى البساطة ادي مجموعة من الخلايا اهي، وادي نيرف فايبر اهو، وادي مجموعة تانية اهي، وادي نيرف فايبر، وادي مجموعة من الخلايا، وادي نيرف فايبر، وادي مجموعة من الخلايا، وادي نيرف فايبر، مجموعة من الخلايا. يبقى أحلى حاجة ومن مميزات الخلايا العصبية اللي موجودة في السباينال جانجل إنها موجودة في جروب، في مجموعات. يبقى ده أول فرق ما بين السباينال والسمباثات الجانجل، إن السباينال جانجل اكتب عندك،
تعال نكتب هنا على بعض، هنا اهو. هنحط كده جدول بسيط ما بين السباينال جانجليا وما بين السمباسات الجانجليا. تمام. اول حاجه ان الخلايا اللي هتقابلك جوه السباينال جانجليا بيكونوا جروبد، موجودين في شكل جروب. تاني حاجه ان الخلايا نفسها حجمها كبير، لارج سيل. لارج سيل دي بتفرق من عين للتانيه، فانا هعلمها لك بحاجه جميله قوي تقدر تعدها، تقدر تعد الخلايا الموجوده وبناء عليه تعرف انها كبيره. يعني مثلا لو قلت لك الجروب ده كم خلية؟ هتقول لي سهلة أوي يا دكتور، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، أنا عارف أعدهم. يعني الجروب ده أنا عديتهم 8 خلايا، دول خليتين أهم جنب بعض، دول برضو ممكن أعدهم. تمام؟ ويبقى أقدر أميز بعيني الحتة اللي فيها الخلايا مع الحتة اللي فيها الفايبر. هنا شوية خلايا هم جروب، هنا فايبر، هنا جروب برضو من الفايبر، هنا خلايا فايبر. ده منظر السباينال جانجلي. طيب برضو لو نزلنا هنا وشفنا نفس الجانجليا بس بصبغة تانية، هتبص تلاقيها عندك بالمنظر ده. هو هنا مقرب عليها قوي، وبرضو زي ما انت شايف ادي الخلية اهي، وادي التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة، وادي فايبر في النص. فايبر ما بيبقاش فيه دواير، بتبقى مجرد كده حتة لونها بينك. ماشي. طبعا الجانجليا دي بيكون في جواها ايه، حواليها كبسول، يعني اللي بره خالص ده كبسول، يبقى ده كبسول وده تجمع من الخلايا العصبية خارج الجهاز العصبي، وادي شوية الفايبر. كون ان انت قدرت تعد الخلايا كده بشكل واضح يبقى دي سباينال جانجليا اتش ان دي. طيب برضو هنبص على صورة تانية، ادي جانجليا. الاول هل دي تمشي نيرف فايبر او نيرف ترانك؟ معلش انا كل حاجة هلخبطك. نيرف ترانك عادة بيبقى دايرتين ثلاثة زي ما احنا شفناهم، يعني احنا شفناهم في جوجل اهم لسه موجودين، كذا دايرة، دايرة اتنين تلاتة، او هنا مثلا كذا دايرة. تمام. بالمنظر ده كذا دايرة اهي، عشان ما حدش يتلخبط بين النيرف ترانك وبين الجانجل. كذا دايرة كده مع بعض يبقى دي شريحة النيرف ترانك، انما شريحة الجانجل بتبقى مختلفة خالص. الجانجل بتبقى عينة واحدة بس، العينة دي هتلاحظ انت فيها ان في دواير اهي، وفي حتة ما فيهاش دواير. مادام إذن أنا عرفت أعد الدواير دي، أدي 1 2 3 4 5 6، يبقى دي في الأغلب سباينال. وكمان إن أنت قدرت، شايف أنت الخلايا متجمعة كده في جروب وسايبين حتة فاضية فيها نيرف فايبر، وجروب وسايبين حتة فاضية فيها نيرف فايبر، وجروب هنا ونيرف فايبر، وهنا برضو نفس الكلام، جروب من الخلايا ونيرف فايبر، جروب من الخلايا ونيرف فايبر. فدي بقول عليها إيه، سباينال جانجلي. طيب تعالى برضو نشوفها بصبغة تانية. احلى حاجه هنا بقى السباينال جانجليا في صبغه السيلفر باينه قوي، لانها مدياك شكل جسم الخليه لونه بني غامق، وده طبعا عشان في جولجي اباريتس محترم. فبالسيلفر هتلاقي دي خليه 2 3 4 5 6 7 8، انا بعرف اعدها، يبقى حجم الخلايا لارج. فهمتني كده؟ والنيرف فايبر الحتت اللي ما فيهاش دواير او ما فيهاش لون بني، يبقى دي كده مجموعه من الجروب وحته نيرف فايبر، وادي جروب اهي بقدر اعدهم. طيب لو انا بقى خدت من الكلام ده ورحت على السمباسات الجانجليا، السمباسات الجانجليا الخلايا ما بتبقاش في مجموعات زي ما هنشوف حالا، لا دول بيبقوا سكاترد. كلمه سكاترد يا شطار يعني مبعثره، يعني هتبص تلاقي الخلايا متنطوره في الشريحه كلها زي ما هنشوف، والخلايا بيكون حجمها صغير جدا، يعني عينك هتتوه مش هتقدر تعد الخلايا زي ما احنا كنا بنعمل في السباينا. في السمباساتك ما بعرفش اعدهم. تعال نشوف المنظر، خلاص دي خلايا وقدرت اعدها. طبعا هنا الرسمه بقى بيوريك اللي احنا عمالين نقوله، كبسوله اهو، وادي الخليه، ده جسم خليه، ودي خليه، ودي خليه، ودي خليه، ودي خليه، وبعد كده نيرف فايبر اهو، ودول نيرف فايبر، وده جروب تاني خمس خلايا وبعدين نيرف فايبر، ودول خمس خلايا كمان ونيرف فايبر. يبقى واحد الخلايا كبيره متجمعه في شكل جروب بقدر اعدها. تمام. يبقى دي سباينال جانجلي. تعال بقى نشوف السمباثيك. طبعا شريحة سيئة جدا جدا فوق ما انت متخيل. شايف منظر السمباسات الجانجليا؟ تعال نطبق اللي احنا قلناه هناك في هنا.
اولا انت هنا ما تقدرش تقول لي فين الخلايا وفين الفايبر، والدنيا هنا عايمة على بعضها بشكل رهيب. تعال نكبر، يمكن يبان لنا حاجة لما نكبر. هو الحقيقة مش هيبان لك حاجة قوي، او تقريبا مش هيبان لك اصلا. هل انت هنا اولا تقدر تشاور على جروب؟ مفيش جروب، ده انت عندك دي خلية وخلية وخلية وخلية، وهنا 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 وهنا، سكاترد في كل العينة، يبقى نو جروب. تاني حاجة صعب قوي ان انت تعدهم، يعني انا عشان مكبر لك الشريحة فصعب ان انت تعدهم، ده دليل ان حجم الخلية صغير. يعني احنا لما بصينا هنا قلنا بيكونوا سكاترد وسمول، سكاترد وسمول، تمام. تعال نطبق الكلام ده هنا، او اقول لك على حاجة زي ما انت شايف عينة، شوف الفرق بين دي وبين بتاعة السباينال جانجليا. برضو ارجع لك السباينال جانجليا كده تشوفها. سباينال جانجليا شايف كانوا كبار ازاي؟ جروب اهم، وحتة انت متأكد ان هي نيرف فايبر ما فيهاش خلايا، وبعدين جروب تاني اهو، وحتة نيرف فايبر وجروب اهو. لا، وكل جروب انا اقدر اعد الخلية، يعني الدايرة دي على بعضها خلية. انما هناك العينة بتاعت السمباثيك بتكون مش خلايا، هي خلايا اه، بس كل خلية عبارة عن نقطة. تعال نشوف شكلها برضو. هو لما هنا جاي يقرب منها زي ما انت شايف المنظر، خلية اهي 2 3 4 5 6، مفيش جروب هنا، كلهم سايحين على بعض. كبسول طبعا بتاعها رفيع. يبقى دي كلها فروقات بين السباينال والسمباثيك. هنا الخلايا سمول وسكاترد، سمول وسكاترد، والكبسول رفيع، يعني كل حاجة صغيرة، السهوم هنا كلها لتحت. تمام. تعال نشوف برضو منظر تاني. آه، شايف حاجة في منتهى الجمال. شايف السمباثات الجانجليا شكلها عامل ازاي؟ السمباثات الجانجليا ده تطبيق حرفي للي أنا بقوله لك، خلايا صغيرة ومفيش جروب هنا، سكاترد، سمول وسكاترد، سمول وسكاترد. هل في طالب يقدر يقول لك إن في جروب؟ لأ، دول كلهم متنطورين في كل الإيه؟ العينة، سمول وسكاترد. تمام. ولو انت شفت العينه دي، هو هنا مكبرها، لو انت شفتها من بعيد شويه ممكن ما تعرفش ايه تعدهم. هو هنا حطهم الاثنين قدام بعض، ادي السباينال وادي السمباثاتيك. هنا الخليه لارج زي ما انت شايف، دي خليه ودي خليه، هنا الخلايا سمول، انا مش قادر اشوفها اصلا، عيني بتجري فيها. هنا متجمعين في جروب، تقدر تقول على ده جروب والفايبر اهي، انما هنا كله سايح على بعضه، الجاي فايبر يبقى هم هنا سكاترد، انما هنا جروبد، هنا سمول في السمباثاتيك، انما في السباينال بيكونوا لارج سيل زي ما انت شايف. شايف هنا الكبسول قد ايه؟ كل ده كبسول، ثيك كبسول، انما هنا ثين كبسول. تمام؟ يعني ما دام انت قدرت تشوف الفايبر بشكل محترم يبقى مايلينيتد، فايبر تخين، يعني الخليه كبيره والفايبر نفسه عليه مايلين فتخين. انما دايما العينه بتاعت السمباثاتيك بيكون فيها مايلينيتد وان مايلينيتد نيرف فايبر، يعني في كمان هنا ان مايلينيتد، انما هنا مايلينيتد بس. تمام. هنا سودو يوني بولر مالتي بولر، ده كل الفروقات اللي هتشوفهم بين العينتين. وادي يا عم الحاج في يعني صور كده في جوجل للسباينال جانجليا. طيب تعال نشوف كده دي ايه بالظبط. اولا انا شايف الخليه بنفسي، قادر ان انا اعدها خليه 2 3 4 5، يبقى هما لارج سيل. الكبسول زي ما انت شايف تخين، ادي برضو معلومة تنبهني دي ايه نوع الجانجليا دي. كمان انا شايفهم متجمعين في جروب كده وسايبين حتة فاضية فيها نيرف فايبر، وجروب اهو كمان صغير ونيرف فايبر، وجروب ونيرف فايبر، يبقى اللي قدامك دي سباينال جانجليا. تعال نقول مواصفاتها بقى، لها ثيك كبسول، خلايا لارج، وجروب دي زي ما انت شايف، الفايبر كمان باين فمايلينيتد. تمام. ده الفروقات الرئيسية. برضو لو جينا بصينا على حتة زي هنا مثلا، برضو هتلاقي الخلايا ما هو موجودة اهي في حتة وكبيرة، وتبص تلاقي فيه فايبر ماشية في النص هنا. تمام. يبقى اذا دي اللي احنا بنقول عليها الجانجل. تعال نشوف مثلا هنا، بس هنا كبر قوي بقى فما بقتش باين الفرق بشكل واضح يعني. فانت هتبص تلاقي برضو الخلايا دوائر كده وكبيرة بالمنظر ده كده. تمام. والجزء بتاع الفايبر واضح قدامك كده، كلام جميل. دي عينة اهي من السمباثات الجانجليا. بقى هنا الأمور مش حلوة خالص، اللي هو أنت بتلاقي العينة كلها خلايا من أولها لآخرها، خلايا، الخلايا صغيرة جدا وأنت مش قادر تقول
أي جروب ولا قادر تحدد أي حاجة، هي مجموعة خلايا متنطورة عندك في الشريحة، مفيش أي جديد في الموضوع خالص. طيب ممكن تبان أكتر لو بصينا عليهم بالسيلفر. بصوا كده يا ولاد، يعني واحدة زي دي مثلا، يعني بجد دي لو طالب اتلخبط فيها يبقى حرام عليه. أنت أولا دي سباينال ولا سمباثيتك؟ دي سباينال طبعا. ليه؟ أولا أنا قادر أشوف الخلايا أهي قدامي، يبقى لارج سيلز وجروب، أدي مجموعة أهي ومجموعة أهي ومجموعة هنا، والحتة دي فاضية فيها فايبر، يبقى هما الفرقين الرئيسيين اللي أنا أقولهم لك هو اللي أنت تشتغل عليهم، لارج وجروبد. الحاجات التانية بقى أنت هتكتبها لو اتطلبت منك، إن ليها ثيك كبسول، مايلينيتد نيرف فايبر، لكن أنا بقول لك على اللي أنت هتشوفه، لارج وجروب. انما لو سمول وسكاترد دي الايه، دي السمباسات الجانجلي. طبعا بالمنظر ده تبقى سيلفر، اللي لونها بامبي دي اللي هي الاتش ان دي. تعالوا نراجع مع بعض يا شطار. عندي اول عينه خالص كانت النيرف ترانك، بيجي لك كذا كوره في الشريحه، كل كوره منهم عباره عن ترانك، وهيقول لك على الطبقات اللي حوالين الترانك. لو لقيت طبقه محوطه من بره خالص خالص هقول عليها ده ايبي ايبي نيوريوم، دخلت جوه بقت بيري، دخلت جوه خالص شاورك على الخلايا من جوه بقت اندونيوريوم. وخلي بالك ان في منها لونين، اللون البامبي اتش ان دي اي، والصبغه الجديده اللي عندنا هنا اسود، ومش فيش اسود تاني غير دي اوزميك اسيد. بيبان هنا الايبينيوريوم بره خالص، البيرينيوريوم الحتت البيضه اللي عامله زي الخريطه اللي جوه دي، الاندو لو شاور لك في السهم على حته وسط الخلايا نفسها. تمام؟ طيب وبرضه هنا بيأكد المعلومة بإنه بيقرب قوي عشان يوريك الإندونيوريوم، ويوريك الجزء اللي حوالين الخلية أو غلاف الكونكتيف تيشو اللي حوالين الخلايا العصبية. أما بالنسبة للجانجليا فعندي نوعين، سباينال وسمباثيتك. الفرق بينهم بمنتهى السهولة، لقيت الخلايا لارج وجروبد، لارج وجروبد، تمام، يبقى دي سباينال. وطبعا اتش ان دي اي لو بالمنظر ده لارج أهي وجروب مجموعة وحتة فاضية، يبقى دي هتقول عليها سباينال. طيب ودي برضو لارج وجروبد، ودي نفس التقسيمه، بس انت لو شفت الصوره دي بتعرف ان دي ايه، سيلفر ستين، برضو خليه كبيره اهي. تقدر هتقول اعرف ازاي لارج من سمول؟ هتلاقي نفسك بتعرف تعدهم بسهوله، مش عينك بتجري كده وبتتوه في المكان، انا بعدهم اهو بسهوله، دي واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى دول لارج. وجروب ان انا شايف مجموعه متجمعين مع بعض وسايبين حتت فاضيه كتير، يبقى دي سباينال جانجل. سمباثيتك بقى ما فيهاش الحوار ده، سمباثيتك زي ما انت شايف عينك تتوه في الكلام كله، فدول سمول خلايا صغيره ومتبعترين سكاترد، فانت ما انتش قادر تحددهم، يبقى دي سباينال جانجل. طبعا ما حدش طالب عاقل هيقول على دي نيرف ترانك، لان قلنا النيرف ترانك بيبان في صوره دواير، انما اللي قدامك دي بتكون عينه جانجل. طيب برضه نفس الكلام لو انت قربت من السمباثيتك زي ما هتبعد، مش هتفرق كتير، كده كده الخلايا صغيره وسكاترد. تمام؟ طيب وادي برضو السمباسات الجانجي، لو بصيت لها في السيلفر فالسيلفر بيبينها اكتر، بيبين لك فعلا ان النقط السوداء دي سكاترد مش متجمعه مع بعضها، وزي ما انت شايف سمول بالمنظر ده، خليه 2 3 يعني خلايا صغيره خالص كده. تمام؟ طيب وادي الاثنين مع بعض في ايه؟ في فرق واحد يا اولاد. نيجي دلوقتي يا اولاد لشابتر السي ان اس. شابتر السي ان اس عندنا فيه شريحتين سهلين جدا، السيريبيلم والسيريبرم. ده كده السيربيلم الاول، لازم اقول لك كده كلمتين نظري عن السيربيلم، لان هو زي ما انت عارف ما كانش علينا في الايه، في النظر. الموضوع بمنتهى البساطه، السيربيلم ده جزء من السي ان اس، وزيه زي اي جزء اولاد في السي ان اس، بيتكون من مجموعه من الخلايا، او بيتكون من منطقتين، خلينا نرسمها كده. في منطقه تحت بنقول عليها وايت ماتر، اللي هي منطقة لونها أبيض أو المنطقة البيضاء، ودي بيني وبينك كلها فايبر، عبارة عن أكزون وفايبر ودندرايت وحاجات كده فايبر، سواء نازلة كده أو طالعة للجراي ماتر. إنما الجزء الجراي بقى معروف هو الجزء بتاع الخلايا. الجزء الجراي بتاع السيربيلم المخيخ بيتقسم هو ذات نفسه لتلات أجزاء، تعال نقسمه كده لتلات أجزاء. تمام؟ في جزء فوق خالص اسمه موليكولر لاير، موليكولر لاير، وفي جزء في النص كده اسمه جانجليون سيل لاير، جزء كده في النص
جزء هنا يا ولاد اسمه جرانيولار لاير، مليان جرانيول او حبيبات كده، ده جزء تحت بالمنظر ده، ده بنقول عليها الطبقة اللي مليانة جرانيول، جرانيولار لاير. وطبقة كده يا ولاد في النص بيبقى فيها خلية مسيطرة عليها، تمام؟ طبقة في النص كده بيكون فيها خلايا بيراميدال بالمنظر ده كده، اسمها بيركنجي سيل لاير، اسمها بيركنجي سيل لاير. اوكي، الطبقة اللي في النص دي بيني وبينك هي أقلهم في الحجم، لكن المميز أوي الطبقة الجرانيولار لأنها مليانة جرانيول. فأنت لما تيجي تبص من الآخر كده على شريحة السيربيلم والخلاصة كده والكلام اللي من الآخر، هتبص تلاقي فيه جزء كده واخد لون غامق وجزء واخد لون فاتح، ده جزء فاتح لأنه عبارة عن سلوك وفايبر، وده جزء غامق، تمام؟ الجزء الغامق هو ذات نفسه هتلاحظ إن هو 3 أجزاء، في حتة فيه بره ناحية بره هشاور لك عليها حالا اسمها موليكولر، حتة غامقة قوي غامقة في الغامق اسمها جرانيولر، دي الحتة اللي جوه، ويدوب شريط كده من الخلايا اسمه بركنجي سيل لير، دي الطبقة الوسطانية. ماشي يا عم، تعال نشوف مع بعض الكلام ده هيبقى عامل ازاي. ادي يا سيدي شكل السربيلا. بمنتهى البساطة اقدر اقول لك انه ده كده الجراي ماتر، اللي هو كل ده كده على بعضه جراي ماتر، يعني ده الحته دي من اول هنا لحد هنا كل ده جراي ماتر، ده جراي ماتر، في حين ان الوايت ماتر هي الحته اللي في النص دي، اللي في النص دي اللي بتنزل كده. اعتقد ان اي انسان عاقل هيبص للحته الوايت هيبان انها وايت، ده لان هي مليانه فايبر بس، عباره عن اكزون ودندرايت وسلوك طالعه وسلوك داخله وبس كده. انما كل الشغل عندك هيكون في الحته الجراي، الحته الجراي هي مش شرط يكون لونها جراي بس هي غامقه عن الوايت. الحته الجري هي ذات نفسها لو انا حطيتها لك كده اهو هتلاحظ انها عباره عن 3 أجزاء، انا شايف عارفك ان انت شايفهم جزئين بس انا هقول لك هما 3، 3 بقى ازاي يا معلم؟ بص يا سيدي، الحته اللي بره دي اللي انا ماشي فيها الايد دي، دي الموليكولار لاير، حلو؟ والحته الغامقه دي اللي انا ماشي فيها الايد دلوقتي دي الجرانيولار لاير. طب فين البركنجي سيل لاير بين الاتنين؟ اذا كانت دي موليكولار ودي جرانيولار فالبركنجي بقى هي نفس الصوره بس هكبرها لك شويه. بص البركنجي فين؟ هي النقط الدواير اللي انا مشاور عليها بالايد دي كده، هي طبقه صغيره خالص ميدل لاير، حتى كنا بنقول عليها ميدل بركنجي سيل لاير. يبقى اذا دي كده موليكولار، دي جرانيولار اهي، ودي ميدل بركنجي، موليكولار بركنجي وجرانيولار، وعلى بعض التلاتة ده الجراي ماتر، انما الوايت ماتر هو ده، تمام كده يا ولاد؟ طيب تعال نشوف الصورة اللي قبلها. الصورة اللي قبلها هتلاقيها عادية بس بعيدة شوية اهي المنظر كده. تعال نكبر يا عم ونشوف طبقاتنا بتبقى عاملة ازاي. بص يا سيدي، اولا حط لي لو سمحت علم لي كده على الجراي ماتر، الجراي ماتر من اول فوق كده كل ده جراي ماتر لحد هنا، ده كده الجراي ماتر، ده وده. الطبقة اللي بره في الجراي ماتر دي اللي أنا ماشي جواها دي الموليكولار لاير. الطبقة الزرقاء اللي جوه دي لو قربت عينك منها قوي هتبص تلاقيها محببة لأن دي الجرانيولار. البركنجي عادة صعب إن أنت تشوفها في الصورة دي، بس لو شاور لك بالسهم على خط ما بين الموليكولار والجرانيولار هتقول لي دي البركنجي سيل لاير. طب في رسمة زي دي يا ترى هيكون فين الإيه؟ الوايت ماتر بقى، الوايت ماتر هيكون بعيد خالص عن الجزء ده، الوايت ماتر اهو هو الحته دي، تمام؟ طبعا هتقول لي يا دكتور دي مش لونها وايت، هي مش شرط لونها وايت، لكن انت عندك بالترتيب، ما هو ده الموليكولار وده الجرانيولار، يبقى الوايت ماتر اللي تحتهم اللي هي مكمله هنا كده، دي كلها الوايت ماتر. فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى دي شريحه الايه؟ السيربيلم. تعال نشوف بقى كام واحدة كده ونشوف اللي موجودين عندنا في الملف عاملين ازاي. طيب دي صورة اهي الأول، بعد كده دي صورة اهي كمان اللي احنا شرحنا عليها وقلنا الطبقات بيبقى شكلها عامل ازاي، تمام؟ هنا بقى هو عمل اللي أنا بقول لك عليه، قرب قوي 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 عشان يوريك الطبقة اللي بره خالص دي الموليكولار اهي، والطبقة اللي جوه الزرقاء دي اللي هي الغامقة دي الجرانيولار، مليانة جرانيولز اهي. امال فين البركنجي يا عم الحاج؟ ما بينهم، ما بينهم هي اللي انا ماشي عليها بايدي اهي.
طبقة من الخلايا على فكرة باينة قوي، يعني الصورة دي جميلة، الصورة دي فعلا ممكن تيجي في الامتحان، الصورة دي فعلا جميلة قوي. تمام، البريكنجي هي الخلايا المدورة اللي ما بين الجرانيولار من ناحية وما بين الموليكولار من ناحية. خلي بالك ان اللي فوق هي الموليكولار، اهي موليكولار الاول، بعدين البريكنجي، بعدين الجرانيولار، وبعد كده الفايبر اللي هي الوايت ماتر هي اللي مكملة في النص كده. طب تعالى نكبر الصورة شوية ونشوف شكل الايه، شكل البركنجي سيل لاير. نروح فين يا ولد؟ اهي. اهو لو انت بصيت عندي كده الخلايا اللي عاملة زي دي، خلية اهي، دي بركنجي سيل، بركنجي سيل، بركنجي سيل، بركنجي سيل، دول ميدل ما بين الجرانيولار من ناحية وما بين الموليكولار من ناحية. انا بس كنت عايز اوريك صورة الايه، البركنجي سيل ليه. يبقى ده الشكل بتاع السيربيلم. طبعا من بره هو بيبان ان هو سيربيلم، بتلاقي المنظر بتاع الشجرة ده. حتى المفروض ان انتوا في الفسيولوجي او في الاناتومي عارفين ان السيربيلم بيبان زي الشجرة كده، يعني هو اصلا التفرع او التشجر بتاعه بيكون واضح قوي. تمام، وادي برضو منظر اهو ممكن يجي قوي في الامتحان. بص تلاقي المنظر كده، شاور لك على الطبقه اللي بره موليكولار، وبعد كده دي الجرانيولار، ويقوم يشاور لك على اي سهم في النص زي كده تقول له ده البركنجي سيل لاير. يعني بص سهل قوي اهي، دي الجرانيولار، دي الموليكولار، اي سهم زي السهم ده كده في النص تقول لي عليه بركنجي سيل لاير. ثلاثه على بعض جراي ماتر اهو، ده كده الجراي ماتر اللي هو الموليكولار والبركنجي والايه والجرانيولار، تحتيهم ده الوايت ماتر اهو. يعني بصراحة شريحة سهلة بسيطة مفيهاش أي كلام. يعني دي بقى لو حب، يعني خلاص أنت بقى مش قادر وعايز بقى تعرف تفاصيل التفاصيل، فقال لك ماشي يا سيدي، أدي الطبقة الموليكولار وأدي الطبقة البركنجي سيل، ابتدينا نشوفها أهي، تحتيها خلايا فيها جرانيولز كتير فسموها جرانيولار لاير. وعلى فكرة الخلايا دي أصلا اسمها جرانيولار سيل، يعني جرانيولار سيل في لاير اسمها جرانيولار سيل لاير. وادي البركنجي وادي الايه اللي اسمه ده الموليكولار لاير بتكون فوق كده. برضو في صوت ده كده، صوره نقول عليها الجراي ماتر اوف سيربيلم، الجراي ماتر اوف سيربيلم. طيب برضو دي صوره احلى ليه؟ لان هي شوف اهو كتب عندك اهو جرانيولار سيل لاير، يعني الخلايا اللي فيها جرانيولز مليانه حبيبات زي ما انت شايف كده، في حين ان الموليكولار لاير فوق اهي. البركنجي هي يا دوب صف من الخلايا ما بين الموليكولار من فوق والجرانيولار من تحت. دي برضه صوره للجراي ماتر اوف سيربيلا، صوره جميله ورايقه جدا وممكن تيجي في الايه في الامتحان. دي الرسمه بتاعتها اللي كنا بنرسمها ليكو في النظري، بس النظري بتاع الجزء ده مش علينا. فدي كانت الرسمه اهي، كنا بنرسم خلايا فيها جرانيولز، دي الجرانيولار سيل لاير والبركنجي سيل لاير، وبعد كده الموليكولار لاير اللي بتبقى فوق كده بيبقى فيها نيوروجلايل على بعض البروسيس او الدندرايتس بتاعت البريكنج. تحت الفيلم ده كله بيجي الوايت ماتر اللي هو عباره عن سلوك اكزون دندرايت فايبر، سلوك طالعه وسلوك داخله. العينه الثانيه يا اولاد عندنا بقى هي السيريبرم، مش سيريبيلم، يعني المخ ذات نفسه، السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس يعني العينة مفهاش الألوان والسلكاي والجيراي والشجرة بتاعت السيربيلم. يعني انت لو بصيت على صورة السيربيلم هتلاقي شكل الشجرة فيها بيكون واضح، اهي شايف عاملة ازاي؟ او شوف بقى العينة من بعيد شوية بيكون شكلها عامل كده، ولا شايف عاملة ازاي؟ يعني مرسومة بالقلم زي شجرة فعلا بجد. يعني اكتب جنب السيربيلم كده شكل شجرة، تقدر تقول لي فين الجراي ماتر، فين الوايت ماتر، فين دي مثلا ايه جايراي، جايراي وفي سلكاي كده، هي شكل الشجره. السيريبرم او السيريبرال كورتكس ما فيهوش الالوان دي وما فيهوش التقسيم ده، هو اللي انت تقدر تقوله بس في طبقات السيريبرم هو ان الحته دي بنقول عليها جايراي، والحته الخندق ده سلكاي، ودي جايراي وده سلكاي ودي جايراي وده سلكاي ودي جايراي وهكذا. طيب الفرق بين الجراي والوايت ماتر يمكن هنا ما يبقاش واضح قوي، في واحده تانية هتديك يعني ايحاء ولو بسيط بالفرق بينهم. تمام، خد بالك بقى الجراي ماتر اهو، جراي ماتر اهو الجزء الغامق اهو، الجراي ماتر ماشي،
الجزء الغامق. الوايت ماتر هتلاقي حتة يعني لو ركزت هتلاقيها بنفسجي بس فاتح، دي الوايت ماتر. يبقى الوايت ماتر هنا بتكون فاتحة شوية اهي في النص، الجراي ماتر موجود في الأطراف بالمنظر ده كده، تمام؟ وبرضو السلكاي والجايراي. طيب الفكرة بقى إن الطبقات بتاعت المخ عندنا، هنرجع للصورة دي تاني، عبارة عن طبقات كتيرة مش واحدة ولا اتنين. طيب تعال نشوفهم من بره خالص لحد جوه. كالعادة اللي بره خالص هي دايما موليكولار لاير، ودي بتبقى فيها شوية نقول عليها مثلا ايه، جانجليون سيل، شوية ساينابس كده زي ما انت شايف. في خلايا اسمها جرانيولر، وفي خلايا براميدال شبه المثلثات. الخلايا الجرانيولر بيقعدوا في الطبقة الأول فوق، فبيقولوا عليها external جرانيولر هنا. بعد كده تيجي الخلايا البراميدال، تمام، هنا، وبعدين الجرانيولر تاني. فيقول لك خلاص ما دام قلنا على الاولانيه اكسترنال جرانيولر، هنقول على التانيه انترنال جرانيولر، انها ناحيه جوه. وبعد كده هيجي لك براميدال كمان اسمها انترنال براميدال. يبقى بص، اكسترنال اكسترنال انترنال انترنال جرانيولر وبراميدال، وبعدين جرانيولر وبراميدال. في لقطه صغيره، انت ملاحظ الفرق ما بين البراميدال، الخلايا اللي شبه الاهرامات دي، براميدال هنا في الاكسترنال، والبراميدال اللي في الانترنال. اللي في الاكسترنال بتكون ميديوم سايز او ايفن حتى سمول، انما دي بتكون ايه. فهتلاحظ ان في فرق ما بين حجم الخليه، هنا البراميدال بتكون صغيره وهنا براميدال كبيره. طيب على الكلام ده في الواقع بقى بيتشاف ازاي؟ بيني وبينك وما بيتشافش، يعني انا برضو هكون صريح معاك، يعني انا شايف دلوقتي تعبيرات وشك وانت قرفان، بس يعني لو حاولت تقرب شويه من الصوره دي يعني ممكن يطلع لك المنظر ده. هتبص تلاقي فيه الخلايا الجرانيولر، تعرفها ازاي؟ ان شكلها مش براميدال، يعني البراميدال سلة اهي، ومش المفروض ان الاتنين يكونوا مع بعض، ان البراميدال دي طبقة والجرانيولر دي طبقة تانية. لكن احنا هنقول انت مثلا قربت في حتة ما بين البنين، فهتلاقي فيه خلايا عاملة زي المثلثات كده، دي اللي هي البراميدال سيل، وخلايا الايه الدندراي اللي هي اسمه ده الجرانيولر سيل بالشكل ده. في وجهة نظري ان السيريبرال كورتكس اقل اهمية من بقية العينات. طيب تعالوا كده يا ولاد زي ما عودتكم، هنخش كده في جوجل ونكتب بس سيريبيلم هيستولوجي. طبعا المنظر ظهر عندك خلاص اهو، منظر الشجرة اللي انا على طول بقول لك عليه. لو احنا بصينا على صورة زي دي مثلا، خلاص انا بقيت عارف ان فوق خالص كده الموليكولار لاير، بيركنجي سيل لاير هي اللي مشاور عليها السائل الايدي كده، والجرانيولار سيل هنا اللي هي الجزء الغامق ده، وده كده الوايت ماتر. طب عرفت ازاي ان ده سيريبيلم مش سيريبرم؟ يا راجل حرام عليك، ده منظر الشجره واضح زي ما انت شايف كده. طيب نشوف مثلا المنظر ده او الشكل ده مثلا، برضو هتبص تلاقي دي الموليكولر والجرانيولر اهي، وبينهم الحته بتاعت الايه البركنجي سيل لاير. يبقى منظر الشجره في اي زمان ومكان فهو منظر مميز جدا. موليكولار لاير اهي مشاور عليها، جرانيولار لاير اهي، الوايت ماتر جوه، البركنجي يا دوب لو شاور السهم ما بين الغامق وما بين الفاتح. يبقى ده شكل الايه السيريبيلا، تمام. يعني بصراحه طبقات سهله قوي، الموليكولار لاير بره، وبعد كده البركنجي سيل، ثم الجرانيولار سيل لاير بتكون جوه خالص. ادي كمان منظر اهو، الموليكولار لاير اهي بره، الجرانيولار اهي حتى مش باين الكلام من كتر الجرانيول، البركنجي لو شاور لك في الحته اللي في النص دي، يبقى دي شريحة. طبعا أي حاجة هنا هتبقى وايت ماتر، يبقى دي شريحة السيريبيلم. طبعا هنا الأمور بالنسبة للسيريبرم مش حلوة قوي، لأن زي ما قلت لك صعب إن أنت تفرق بين الطبقات الست طبقات بالإيه بعين المجردة. يعني شوف مثلا في حاجات كده بتفرق بسيط، أنت مفروض أول طبقة زي ما قلنا بتكون موليكولار لاير. تعال نشوف الرسمة دي مثلا، أول طبقة فوق خالص، لأن الرسمة مش واضحة أصلا. طيب يعني احنا ممكن نشوف حاجة زي كده، أول طبقة بتكون موليكولار لاير، بعديها طبقة جرانيولار براميدال جرانيولار براميدال وبوليومورفيك لاير. يعني اكمن هي مش واضحة قوي، فأنت ممكن يعني ايه صعب بصراحة إنها تيجي في الامتحان. هي زي ما قلت لك بالأساس بيكون حتى الشكل من بره السلكاي والجايراي بدون وجود الشجرة والكلام دون. فيعني شريحة السيريبرم ممكن ايه أقل أهمية من بقية الايه من بقية الشرايح. انا مش عارف دي يعني لو حملت، هي حملت كده شويه. فالموليكولار لاير هنا براميدال، هنا قصدي الجرانيولر، هنا براميدال، هنا البراميدال كبرت شويه بس يمكن الرسمه مش حلوه قوي، تمام. المهم ده اللي يخص الشريحتين بتوع السي ان اس.
نيجي يا ولاد لشابتر الاي، وشابتر الاي عندنا شريحتين مهمين قوي قوي قوي، يعني هما شريحتين وفي واحده كده في الاخر عملي بس. اول شريحه عندك الرسمه اللي قدامك الجميله دي اللي هي بتتكلم عن الكورنيا، طبعا الطبقات بتوع الكورنيا الخمسه، الاول الكورنيا الابيسيليوم زي ما انت شايفه كده، بومنز ممبرين بعديه، وبعدين طبقه عظيمه واسمها يدل على انها واخده 90% سبستانشيا بروبريا الماده الاساسيه، ديزمنت ممبرين، وفي الاخر كورنيا الابيسيليوم. لما انت تشوف دي تحت الميكروسكوب هتبان لك ازاي؟ الخلايا الكتيره دي هتبان على شكل شريط بنفسجي، وبقيه العينه هتكون ابيض خالص، يبقى عينه عباره عن شريط واللون البنفسجي موجود على ناحيه واحده. تعال نشوف شكلها عامل ازاي. كده بيبان المنظر كده، تبص تلاقي ادي الشريط الابيسيليوم اللي قلت لك عليه، وادي السبستانشيا بروبريا، شايف حجمها قد ايه؟ فعلا 90% من الكورنيا في السبستانشيا بروبريا، وفي الاخر خالص بيظهر الناحيه الثانيه سيمبل سكويموس ايبيثيليوم اللي هو اخر طبقه خالص، وقبليها او بتكون قاعده على ديزمنت ممبرين رقيق جدا، يبقى ديزمنت ممبرين، وفي الاخر خالص الطبقه الايه اللي هي الاندوثيليال سيل. ماشي كده؟ يبقى اذا بتبان منظرها عشان تبقى عارف عشان نفرقها عن اللي بعدها، تمام؟ لان الريتينا برضو عباره عن شريط زي ده كده، ده شريط اهو ماشي اهو، بس اللون البنفسجي موجود على ناحيه واحده والباقي كله فاتح. كلام جميل. طيب لو كتبنا هنا كورنيا في جوجل هيبان لك الشريط اللي بقول لك عليه، يعني انا المنظر هنا له جميل قوي، شريط كله زي ما انت شايف ميه واحده واللون البنفسجي موجود على ناحيه واحده، ده الكورنيا كله حاجه واحده اهو، والبنفسجي موجود على ناحيه واحده بالمنظر ده، وهنا نفس الكلام كله حاجه واحده، والابيسيليوم مميز قوي على ناحيه واحده بالشكل ده. يبقى منظر الكورنيا منظر سهل وبسيط، السبستانشيا بروبريا كلها ميه واحده، الابيسيليوم شريط بنفسجي موجود على ناحيه، وطبعا الاندوثيليوم بيبقى رقيق جدا الناحيه الثانيه. ماشي كده يا ولاد؟ كلام جميل. بص بقى معايا للشكل الثاني او الشريحه الثانيه في شابتر الاي، برضو شريط بس المره دي البنفسجي مش على ناحيه واحده ولا حاجه، لا ده انت هتبص تلاقي حته غامقه وحته فاتحه وحته غامقه، حته فاتحه وحته غامقه، حته فاتحه وحته غامقه. اللي بيبدل بالمنظر ده هي الريتنا، لان الريتنا لو انت فاكر كانت عباره عن كذا طبقه، كل طبقه فاتحه هنا بنقول عليها بليكسي فورم، وبليكسي فورم يعني تشابك عصبي او سينابس، في حين الطبقات الغامقه هي غامقه عشان دي النيوكليوس بتاعه الخلايا. في الاول هنا دي الطبقه مثلا اوتر نيوكليير لاير، الاو هنا هتبص تلاقي الريتنا الابيسيلي، بعدين الفوتو ريسبتور فاتحه، بعد كده النيوكليوس بتاعت الرودز والكونز، نيوكليوس اهي طبقه غامقه اللي هي اوتر نيوكليير، اوتر بليكسي فور، انر نيوكليير، انر بليكسي فور، اي بليكسي فورم بيكون فاتح، اي نيوكليير بيكون غامق، دي النيوكلياي بتاعت الرودز والكونز، ودي النيوكلياي بتاعت البايبولار سيلز، وهنا النيوكلياي بتاعت الجانجليون سيل، والجانجليون سيل حجمها كبير. يبقى عشان اعرف العينه من الاول خالص بقول عليها شريط، وابص الاقي بيبدل الفاتح مع الغامق، الفاتح مع الغامق، الفاتح مع الغامق، كل طبقه غامقه هي طبقه نيوكليار، دي اوتر نيوكليار، انر نيوكليار، جانجليون سيل، دي النيوكليار بتاعت الرودز والكونز، بتاعت البايبولار سيل، دي بتاعت الجانجليون سيل. كلام جميل. طيب ادي برضو منظر تاني اهو، برضه هتبص تلاقي عندك الجانجليون سيل اللي هي الكور او الطبقه الغامقه، بس هنا يعني قليله شويه بس باينه انها كبيره، دي الانر نيوكليير بتاعت البايبولار سيل، ودي الاوتر نيوكليير بتاعت الرودز والكونز. يبقى المحصله عندي انه طبقه غامقه طبقه فاتحه، طبقه غامقه طبقه فاتحه، طبقه غامقه طبقه فاتحه، بليكسي او فرودز اسمه دوت نيوكليير بليكسي فورم، نيوكليير بليكسي فورم، نيوكليير بليكسي فورم. ومفيش انسان عاقل هيتلخبط بين دي وبين الكورنيا نهائي، ده يعني واحد يموت نفسه. الكورنيا بيبقى الابيسيليوم هو بنفسجي على ناحيه واحده وسلام عليكم، والباقي سبستانشيا بروبري، انما هنا شريط مع شريط، شريط مع شريط، بيبدلوا مع بعض. ادي برضو منظر جميل قوي، يعني منظر جميل جدا، برضو الشرايط اللي قلت لك عليها، وهم ثلاث طبقات، الاغلبيه بتوع الرودز والكونز، دي الطبقه الاوتر نيوكلير اللي هي النيوكلير بتاعت الرودز والكونز، ودي البليكسي فورم الفاتحه، وبعد كده نيوكلياي تانيه انر نيوكليير بس دي بتاعت البايبولار سيل، وبعد كده بليكسي فورم فاتحه، وبعدين الجانجليون سيل برضو طبقه غامقه بس إيه سمكها قليل والخلايا كبيره زي ما انت ايه شايف كده. تمام كده يا اولاد؟ يبقى دي الطبقات كده، طبعا ده الرودز والكونز الفاتحه اللي في الاول خالص،
والبيجمنت دي بسيليوم وكده انت داخل على الكورويد بقى. كورويد طبعا عشان بيكون فيه ميلانين فبيبان لونه اسود بالمنظر ده ولاد. يعني شرايح الريتنا كتيره وبالتالي هي مش محتاجه اصلا ان احنا ندور عليها في جوجل او كده. وادي برضو شريحه برضو من شرايح الريتنا، هتبص تلاقي بيبدل غامق مع فاتح مع غامق مع فاتح. حلو كده؟ تعرف ازاي النواحي بتاعتها؟ انت هتبص خلاص الشريطين الغامقين في النص، الكبير اللي فيهم ده بتاع الرودز والكونز، اللي بعديه ده بتاع البايبولر، الصغير خالص ده بتاع الجانجلو، يبقى اكيد الفوتو ريسبتور اهي، ما دي النيوكلاي بتاعتها، يبقى دي الفوتو ريسبتور نفسها. يبقى الابيسيليوم هو اول طبقه. فاهمني؟ الابيسيليوم هو اللي فوق على طول ريتنا البيجمنت دي بيسيليوم، يبقى الطبقات كده لحد الاخر. تمام كده يا اولاد؟ يبقى دي عينه. طبعا الريتنا كورنيا سيريبيلم سيريبرم نيرف ترانك وسباينال وسمباسات الجانجليا، مفيش حاجه من اللي انا قلتهم بيتشابه مع التاني، اللي شكل شرايط واللي شكل شجره واللي شكل دواير واللي مش عارف في الجانجليا دي حاجه لوحدها اصلا. يعني كل واحده ما تحاولش تلخبط نفسك، ملهاش علاقه بالتانيه اصلا. ده هنا برضو المنظر المرسوم بتاع الريتنا، الاول الابيسيليوم وبعد كده هنا الاوتر نيوكليير بتاعت الرودز والكونز، المفروض هي سمكها اكبر من الانر نيوكليير، اكبر من الجانجلي، يعني دي كبيره دي وسط دي صغيره. تمام؟ والحتت الفاتحه اللي في النص دي اللي هي البليكسي فور، بس الفاتحه الاولانيه اللي هي الرودز والكونز. معايا هنا يا اولاد عينه بقى سهله قوي اللي هي كانت بتتكلم عن الايليد. الايليد اللي هو جفن العين. وطبعا لانك انت ما خدتش النظري بتاعه فيعني ركز معايا في الحته دي قبل ما نشوفه. احنا دلوقتي العين لما اتفقنا ان الاي بول بتكون عامله كده، دي الكورنيا بالمنظر ده كده، وبعد كده السكليره طالعه كده اهو، والسكليره جايه كده. طيب جفن العين بتاعنا بيكون منظره عامل ازاي؟ جفن العين عندنا بيجي الابر ايليد بيبقى نازل كده، جفن العين اللي فوق وكده اهو وطالع كده فوق، وجفن العين اللي تحت بيبقى جاي كده، اللور ايليد بيبقى جاي كده وجاي كده، والجفنين دول طبعا بيطلع منهم الرموش بالشكل ده كده. كل الشريحه وكل الرسومات وكل العينات اللي عندنا دايما بتتكلم عن الابر ايليد، جفن العين اللي فوق، لان الابر ايليد هو الاكبر بكتير من اللور، فهو اللي عليه التركيز. عكس الليب، الشفه لما ناخدها في الجي اي تي هتلاقي العملي بتاعها بيتكلم عن اللور ليب، يبقى جفن عينك اللي فوق وشفتك اللي تحت، يعني دول الايه الفرق بين الاثنين. طيب تعالى بقى ناخد الرسمه دي نفسها نكبرها، يعني تشوف هتتكون من ايه. جفن عينك اللي فوق لازم تشوفني برسمه ازاي عشان تعرف العينه بتاعته والشريحه بتاعته. الاول من بره بيكون سكين جاي كده، وبعد كده الحافه بتاعته اسمها ليد مارجن، وبعد كده بيرجع كده بالمنظر الجميل ده عشان يغطي عينك. طيب من بره اول طبقه خالص اللي هي طبقه سكين، حلو قوي، اللي هي مثلا البنت بتحط الكحل هنا كده عليها. عند بدايه المارجن هنا بتخرج الاي لاشز اللي هي رموش الشعر، وعاده بيكونوا في ثلاث طبقات، بيكونوا في ثلاث طبقات. طيب ادي الطبقه الثانيه الثالثه. طيب بعد كده بتبص تلاقي جزء هنا مليان مصل، العضلات اللي بتبقى موجودة تحت الجلد هنا بتكون اسمها أوربيكولاريز أوكيولاي مصل، ودي العضلات اللي بتخليك تعرف تغمض عينك كويس وتفتح عينك وجفن بتحرك جفن عينك يعني. تمام؟ طيب بعد كده بتبص تلاقي نوع من أنواع الفايبر، حرفيا هو فايبر كده اسمه ترسس. الترسس ده هو لوح من الإلاستيك فايبر موجود جوه جفن عينك. تمام؟ اللوح ده فايدته ايه؟ ده بيعتبروه يا ولاد الترسس ده اسمه ترسس. الترسس ده هو عبارة عن لوح من الإلاستيك فايبر، ده بيدي قوام لجفن العين. من غيره كنت هبص تلاقي جفن العين بتاعك كده راح متلولو كده على نفسه وطلع لفوق زي الستارة. فده اللي بيخلي جفن عينك يتفرد على الإيه؟ على العين. فبيقولوا على الترسس دايما زمان كانوا بيقولوا عليه يا ولاد سكيلتون أوف ذا أيليد. فزي ما انت شايف عامل بالمنظر ده كده. الغريبه بقى ان جوه ده جواه يعني جوه الترسس في جلاند اسمها مايبوميان جلاند، مايبوميان جلاند. تمام؟ الجلاند دي بتطلع زيت، زيت زيت ازاي؟ مش بتطلع دموع، لا الدموع دي بتبقى موجوده لو احنا قلنا عينينا كده، وادي الكورنيا بالمنظر ده كده، القرنيه جايه كده اهو.
فبيقول لك انه الزيت الغدد الدمويه بتبقى موجوده فوق هنا وبتطلع الدموع على العين بالشكل ده كده. الدموع دي بدون ما يكون فوقها طبقه زيت مش هتفضل على عينك، بالعكس ده هتتبخر. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يقوم ربنا سبحانه وتعالى مغطي لك الطبقه دي بطبقه من الزيت هنا بتمنع الايفابوريشن اوف تيرز، يعني بتمنع تبخر الدموع. المهم الجلاند دي اسمها مايبوميان جلاند، تمام؟ والمايبوميان جلاند دي بتكون شبه ورق الشجر جوه الترسس، وبعد كده بيقابلك اندوسيليوم او بيقابلك ايبيسيليوم جوه هنا خالص اللي هو اسمه كونجكتيفا. تعال نشوف بقى الكلام ده. ادي الرسمه، الاول في جلد هنا ده ناحيه بره، وبعد كده الاي لاش زي، وبعدين عضلات اللي اسمها اوربيكولاريز اوكيولاي ماسل، وبعد كده الترسس اهو، وجوه الترسس بتلاقي فيه جلاند اسمها مايبوميان جلاند. يبقى البيانات ثين سكن اهو، طبعا ده ثين، وسكيليتال ماسل لانك بتتحكم فيها اسمها اوربيكولاريز اوكيولاي، وبعد كده طبقه الترسس والمايبوميان جلاند اللي قلت لك بتطلع زيت، وجوه خالص الابيسيليوم بتاع الكونجكتيفا بيكون استراتيفايد كولامينار ابيسيليوم. طيب الكلام الجميل ده بقى لو انا شفته في صوره شكل هيكون عامل ازاي؟ بص يا سيدي، العين مفروض هنا مكان قسم الانسجه وبيولوجيا الخليه دي، من بره خالص سكين لونه بنفسجي الشريط البنفسجي ده، بعد كده دي كده الاي لاشز بصيله الشعر هنا وهنا وهنا، الحتة دي عبارة عن مصل، دي مصل، تعال نقرب عليهم. بص سكن اهو، وممكن تلاقي على فكرة دي هير فوليكل برضو، بس ده شعر صغير خالص على جفن عينك من بره، انما شوف مقارنة ده بده، الاي لاشز بيبقوا كبار جدا، جفون العين 3 صفوف، صف التاني التالت. هنا في النص في حاجتين، مصل الاول الاوربيكولاز زوكيولاي، الجلاند ديك من فيها زيت فهتحس انها عامله زي رغاوي الصابون اسمها مايبوميان جلاند، والناحيه المايبوميان جلاند هي ناحيه الترسس. عشان انت هتقول لي اعرف منين بره من جوه، المايبوميان جلاند هي اكتر حاجه بتميز الايليد، ودي اكتر حاجه فعلا احنا كنا بنعرف بيها شريحه الايليد، حاجات عامله زي رغاوي الصابون او زي الشجره. المايبوميان بتبقى ناحيه جوه، انما السكن بيكون عكسها، سكن بره مايبوميان بتكون جوه، تمام كده؟ برضو كالعاده نكتب اي ليد كده ونشوف الرسومات مع بعض. لو خدنا مثلا رسمه زي دي، احلى حاجه انها بدون بيانات، حاجه زي دي انا هعرفها بده اللي اسمه مايبوميان جلاند، زي رغاوي الصابون او الشجره كده، يبقى اذا دي الكونجكتيفا واللي عكسه ده السكن، يبقى ده الثين سكن، ودي المصل باين انها مصل اوربيكولاريز اوكيولاي مصل، وهنا الاي لاشز وهنا المايبوميان جلاند، سهله قوي. تعال نشوف دي، دي صغيره خالص، دي كده ادي المايبوميان جلاند شبه ورق الشجر زي ما بقول لكم اهي، تمام؟ والاي مايبوميان دي اللي ناحيه جوه، يبقى السكن عكسها، السكن فوقها، ودي الاي لاشز، تمام؟ دي العضلات، عضلات هي اللي بتبقى ناحيه بره اللي هي الاوربيكولاريز اوكيولاي مصل. طيب ممكن برضو نشوف شكل مثلا وليكن ده كده، هنا المايبوميان جلاند باين اكتر اهي، والمصل اهي، والابيسيليوم عكس المايبوميان، ابيسيليوم فوق اللي هو السكن، وهنا البالبيبرال كونجكتيفا برضو الشكل ده، الشكل ده لسه شايفينه حالا، دي برضو شفناه. تعالوا نشوف حاجة تانية، نشوف دي مثلا، ادي المايبوميان جلاند السكن عكسها اهو، ودي الاي لاشز، وهبص تلاقي هنا المصل، بس يمكن هنا مش باينة قوي. يعني انت بص لو فهمت الكلام اللي انا بقوله، اي صورة هتتحط قدامك في الاي ليد هتلاقي نفسك دايس فيها زي الفل، تمام كده يا ولاد؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الايه الاي ليد، وادي برضو رسمة هنا اهو للاي ليد، الرسمة اللي احنا بدأنا بيها، تمام؟ طيب يعني هو فاضل الاورجان اوف كورتي، تعالوا نقوله مع بعض. يعني هي عينة يعني معقدة شوية، هي شريحة واحدة بس في الأي. هو المنظر ده لو انتوا فاكرين يا أولاد أنا كنت رسمته لكم قبل كده بالشكل ده كده وإحنا بنشرح النظري، قلت لك إنه أنت عندك محور اسمه موديولاس بالمنظر ده كده، والمحور ده بتلف حواليه الأنبوبة اللي اسمها القوقعة لفتين ونص، آدي لفة
وتطلع لك من هنا، وبعد كده ببص الاقي لفة كمان اهي وبتعدي من الناحية التانية كده واللفة التالتة كده. وقلت لك ان كل لفة من دول بيطلع من هنا من الناحية دي اللي اسمها سبايرال لامينا للسبايرال ليجامنت، بيطلع تو ممبرين بالمنظر ده. تمام، ده فيستيبولار وده بازيلر، فيستيبولار بازيلر، فيستيبولار بازيلر. يبقى التو ممبرينز دول الفيستيبولار بازيلر قسموا كل حتة لثلاث اوض، ثلاثة بنقول عليهم سكالا، سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي. كل الفيلم ده بقى حضرتك هتشوفه هنا. طيب ايه الزحمة دي؟ الزحمة دي ان انت دلوقتي دخلت من هنا كده، هتلف هتلف وتطلع من الناحية دي كده، ودخلت من الكورة دي كده هتلف وتطلع من الناحية دي كده، وهكذا هنا وهنا. طيب فبناء عليه ده الكورة اللي انا بكلمك عليها، والرقيق قوي اللي طالع ده اللي هو الفيستيبولار ممبرين وده البازيلار ممبرين. ما دام انت اتاكدت ان ده الفيستيبولار وده البازيلار، يبقى دي السكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي. تمام، برضو بص هنا، دي السكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي. بص هنا، سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي، لان ده بالظبط زي ما قلت لك، ده الفيستيبولار ممبرين وده البازيلار ممبرين. طب ما دام انا متاكد ان ده البازيلار وده البازيلر وده البازيلر، فالبازيلر دايما بيكون عليه الحاجه اللي عليه دي اسمها اورجان اوف كورتي. لو احنا جينا على نفس الرسمه، بصراحه رسمه جميله، يعني رسمه جميله قوي، ويا ريت تيجي في الامتحان اهي. ده الاورجان اوف كورتي اللي انا مشاور عليه بالايد ده، قاعد على البازيلر ممبرين، والاوضه اللي هو فيها السكالا ميديا. طب ما هو ممكن يسالك كام سؤال بقى كده يعني، بس مرتبطين بالنظري. الرسمه المشهوره رسمناها هنا كده، مثلا يقول لك ايه السائل اللي هنا اندو ليمف، انما هنا بيري ليمف وهنا بيري ليمف. تمام، فاكر الحته دي اللي كان اسمها سترايا فاسكولاريز اللي كانت بتطلع الاندو ليمف، فاهمني؟ يبقى ده المنظر بتاع الاورجان اوف كورتي، مش كده يا ولاد؟ طيب برضو نفس الشكل في صوره تانية، دايره هتبص تلاقي فيه خطين طالعين بيقسموا الدايره لثلاث اوض، الاوضه اللي فوق سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا او كوكولار داكت، سكالا تمباناي. الخط اللي طالع فوق ده الفيستيبولار ممبرين، ده معلهوش حاجه، انما اللي تحت ده هو الاورجان اوف كورتي على البازيلار ممبرين. ادي الاورجان اوف كورتي على البازيلار ممبرين. طب ايه المقطوع ده او المتني ده؟ ده التكتوريال ممبرين اللي كان بيقعد مفرود قدامي ويقعد يتحرك وايه ويخبط هنا كده، ماشي يا ولاد؟ طيب مش عارف هل في صور تاني، اظن دي اخر حاجه. طيب لو احنا شفنا يا اولاد كده مثلا في جوجل، بصوا الرسمه الجميله دي، سكالا فيستيبيولاي، فيستيبولار ممبرين، سكالا ميديا، سكالا تمباناي. ما دام ده الفيستيبولار ممبرين ده البازيلار ممبرين، والبازيلار ممبرين بيكون عليه الاورجان اوف كورتي. تمام، بصوا برضو الرسمه دي، الرسمه دي حلوه، هو برضو فصص لك اهي. طبعا ده الموديولاس في النص، ودي كل لفه بقول لكم عليها، اللفه الواحده من دول اهي، دي اوضه وده خط اهو، وادي الخط التاني اهو، ودي اوضه، سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي، فيستيبولار ممبرين اللي انا مشاور عليه ده، وده البازيلار ممبرين، واي حاجه على البازيلار ممبرين هي الاورجان اوف كورتي. بص يا اولاد الصوره دي، كتبت بقى انا هنا انر اير هيستولوجي. الصوره جميله قوي، كل واحده من دول اللي عمال يغني فيها دي، فيستيبولار، سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي، سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي، فيستيبولار ممبرين، بازيلار ممبرين، وده الاورجان اوف كورتي، فيستيبولار ممبرين، بازيلار ممبرين، وده الاورجان اوف كورتي. تعال بص هنا، تمام، انا على طول عيني بتروح على الاورجان اوف كورتي اهو، والاوضه اللي هو فيها ده الفيستيبولار، ده السكالا ميديا او الكوكلر داك، ودي اللي هي السكالا تمباناي، ودي السكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي. تمام، يعني المنظر سهل جدا جدا فوق ما انت متخيل. برضو بص هنا، ادي برضو الدايره اهي، وطالع عندك هنا دي اوضه اللي هي السكالا تمباناي، وده البازيلار ممبرين فوق على طول الاورجان اوف كورتي، وده الايه الكوكولار داكت، ودي السكالا ايه السكالا تمباناي برضو. يبقى هنا دي السكالا ميديا، بس هنا يمكن الممبرين التاني مش باين. طيب نشوف صوره كمان، يعني هي كل الصور نفس الفكره يعني، بس انا عايز افهمك ان قد ايه الموضوع سهل، يعني الموضوع مش صعب خالص. ما دام انت فهمت فكره الصوره، هتقدر ان انت تجاوب اي صورة هتجيلك، بس كده كفاية يعني.
كده ولادي يبقى احنا خلصنا تقريبا نقول العملي كله الا بس الليفلز. هنشوف كده الليفلز دي المطلوب مننا بالظبط واشرحها لكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله يكون قصير. اتمنى ان تكونوا فهمتوا العينات دي، تقدروا تخشوا على جوجل وتشوفوا الصور بدل ما انت عرفت كل حاجة بتتعرف ازاي. وباذن الله باذن الله اشوفكم على خير.